أهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع. تعرض منذ قليل الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ إبراهيم عيسى والكاتب الصحفي الكبير أيضا أستاذ ماهر فرغلي لحادث خلال تصوير أحد اللقاءات التلفزيونية بعد سقوط لوكيشن التصوير أثناء اللقاء، مما تسبب في إصابة أحد المصورين وتم نقله إلى المستشفى. التفاصيل أكثر حول هذا الحادث معنا الكاتب الصحفي أستاذ ماهر فرغلي. أستاذ ماهر أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ رامي، مساء الخير يا فندم. مساء النور عليك والحمد لله على سلامه حضرتك والاستاذ ابراهيم عيسى. طمنا على حضرتك وعلى استاذ ابراهيم عيسى يا استاذ. والله انا بخير والاستاذ عيسى كل خير. هو ما حدث ببساطه يعني شديده، ان احنا كنا بنصور حلقه في برنامج مختلف عليه حول الطائفه العلويه الموجوده في سوريا وفي العراق وفي تركيا وفي المغرب، نعم، والتي كانت تحكم سوريا يعني. فأثناء الحديث عن هذه الأقلية العلوية وكيف ينظر لها الإسلاميون والجماعات الدينية المتشددة، اللوكيشن اتحرك. أنا مش واخد بالي، أنا كنت طبعا مديله ظهري، والأستاذ عيسى بيسألني فطبعا مش واخد باله في البداية. الديكور نفسه اتحرك. لمح الاستاذ عيسى الموضوع فقال لي اجري، فطبعا انا قفزت جريت كده بسرعه انا وهو، فاللوكيشن اتقلب على الكاميرا وعلى زميل اللي بيصور. فطبعا الكاميرا طبعا اتفتتت خالص، والزميل حاله الزميل ايه يا فندم؟ الزميل انقذناه من تحت اللوكيشن، وبعد كده الزملاء نقلوه لبره، كل الناس اللي جت بره يعني كانت واقفه جرت بسرعه على جوه ونقلوا الزميل فاروق، وبعدين طلبوا له المستشفى. انا ما عرفت حالته بالظبط، لان انا بعد كده مشيت انا تواصل اطمن عليه بالتليفون. طيب ده طبعا ده كان لقاء مسجل وليس مباشر على الهواء. لقاء مسجل لا مش على الهواء، لا. ولوكيشن داخل استوديو ولا اوبن اير؟ مدينة الانتاج الوقف العجوز. تمام. طيب هل يعني انا كنت برضو عايز اطمن، هل في اي حاجه حصلت لحضرتك؟ هل اي حاجه حصلت لاستاذ ابراهيم؟ لا، انا والاستاذ ابراهيم طبعا هو حدث حاله ارتباك طبعا، وتوقف التصوير حوالي ساعه طبعا. وبعدين طبعا الناس تصورت ان ده يعني مثلا هل هو فعل هل ده تقصير من العاملين اللي هم ركبوا الكلام ده، لكن انا اعتقد ان هو قضاء وقدر يعني، وان الامر ده يعني كان قضاء وقدر. وبعدين الحمد لله من ربنا ستر، ان انت على جنبك الشمال يعني الجنب الشمال من الاستوديو هو عباره عن ازاز يعني ازاز فاميه مظلل، فانت النهارده لو الكلام ده وقع وكسر الازاز ونزل على الشارع كان هيعمل حادثة كبيرة جدا. الحمد لله ربنا قدر ولطف ووعدها على خير، وتمنياتنا لزميلنا المصور لهذا اللقاء بالشفاء العاجل. أنا يعني مش على علم باسمه، ولكن نتواصل والحمد لله على سلامتك يا أستاذ ماهر فرغلي كاتب الصحفي وأستاذ إبراهيم عيسى. بشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا لك. بشكر حضراتكم متابعينا حول ما جاء معنا في هذه التغطية ومتابعتكم لنا. تمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلنا المصور اللي كان بيصور هذا اللقاء، والحمد لله على سلامة الأستاذ إبراهيم عيسى والكاتب الصحفي الأستاذ ماهر فرغلي. بشكركم مرة تانية من تلفزيون اليوم السابع، ونلتقي دائما في كل ما يستجد على الساحة من أحداث وأخبار هنا. إلى اللقاء.